هذا المشاكل اللي نواجهها بالشارع، عدم ترك مسافة أمان، وهاي حقيقة علمية. الشارع وقف وانت حضرتك. صحيح سيدي، فيما يتعلق بهذا الموضوع، احنا سائقي المركبات طبعا الحمد لله على سلامتكم اولا، نتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وما دام انتم بخير هاي الشغلة ضرورية، بس اكيد شغلة تقهر، لان السيارة احنا كليتنا نشتريها تعبانين عليها، فالشغلة انه لازم الشخص المقابل يحترم ويحسب حساب هذه الحوادث. احنا اكيد ايضا نتمنى لكل الصحة والسلامة. سيدي موضوع ترك مسافة الأمان، رحم الله والديك، أنا أريد أتكلم عن موضوع، هسه اثنينكم روحكم رياضية الحمد لله على سلامتكم، ربي يحفظكم، وأكيد من حقكم واحد سيارته عزيزة عليه وهم صحته وسلامته عزيزة، احنا بس بقى سايق واحد يراد نحكي وياه لأنه هو أكثركم متعصب، أنتوا روحكم رياضية. نصيحتك الى سائقي المركبات اللي ما يتركون مسافه امان، ومسافه الامان ضروريه. والله هو المفروض ما يتبع الاشاره، هو ما انتبه على الاشاره، ما انتبه على الاشاره نهائيا. تمام. ضرب السياره من ورا ما انتبه على الاشاره، ودفع السياره خلينا نضربه ابو الاكسل. تمام. يعني بس لو ما انتبه على الاشاره يا اخوي هسه تروحكم روحكم رياضيه، هسه اثنينكم انا ما عندي شيء بالعكس. ربي يحفظكم، بس احنا لازم نوضح الاخوان، هسه هذا على ارض الواقع، شفنا بعض المشاكل او بعض الحوادث اللي تصير بسبب عدم ترك مسافه امان، فمسافه الامان مهمه جدا، نصيحتك لسائقي المركبات بصوره عامه، واول شيء نحيي روحك الرياضيه وهذا الاهم. بس ينتبهون على الطريق وينتبه على الاشاره ما يصير حوادث. والله انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه، ربي يحفظك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضل. حتى تاخذ اجراء هاي بعد بيناتكم. سؤالنا ترك مسافة الأمام مهمة. مهمة وضرورية للسائق. عاشت بس عدم الانتباه أنا وسياسة أنا مش خلطان. أي نعم. بس الوقوف صار مفاجئ. الوقوف مفاجئ هذا هسه احنا شلنا به سائقين نقول لهم نتمنى منكم الانتباه لأنه لا سامح الله الحادث في دقيقة، أنا أتمنى لكم كل الصحة والسلامة. ما تعرفين الزحام يعني صار هذا رحم الله المشكلة رحم الله والديك، المشكلة الازدحام من يصير ويصير به حادث هذا مفروض عقوبته اكثر، تعرف ليش؟ هو ازدحام المفروض سائق المركبه منتبه. صح انا خطان الاعتراف بالخطا فضيله، ربي يحفظكم ونتمنى لكم كل الصحه والسلامه. شكرا جزيلا. عفوا.